القصة تتحدث عن التسريبات اللي صارت على رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، وأيضا أدنى كثير من الأخبار عنه. أول خبر عن هذا الموضوع هو تسجيلات صوتية مسربة لرئيس هيئة النزاهة تتضمن مكالمة هاتفية مع الحاج بشأن اعترافات شخص يدعى نورس تفيد بتلقي حيدر حنون مبالغ مالية وسيارة كاديلاك. نسمع التسجيل الصوتي مشاهدينا. شهادة يا مد لما تضيع حظك الدورش ومشاكلك وتصرفاتك غير مسؤولة. ياما وياما حذرتك وحكيت ويا وفهمتك. قلت له اهدأ لان العيون مفتوحة علينا والحاقدين هواي ويعرفون بعمق العلاقة بيني وبينك. اشتغل بحذر ودير بالك. تاليها السايق مالته ساقط يقول بالتحليل استاذ نورش ودوي هاي مرة 750 مليون ومرة 900 مليون حيدر حنون ومرة وديت السيارة كاديلاك سودا. البغداد البيتس حيدر حنون. شافوا اذا هو السائق ما تمام سيطرني وفضحنا وظهرنا الجزيرة ما نخلي شيء ما نسولف. وفتح لي باب على القاع اللي اخذته وبنيت بيها بيتي وليت كله ما نايم. تليفونات وترتيب وضغط حتى اجيب الدعوة لبغداد حتى اسيطر على الموضوع. كانت تدري انا مو كل القضاة علاقتي بيهم زين من ايام ما شفت قاضي بالميمونة وراها جيت العمارة. وهاي اكو ناس ما تدري ذا الكلام. والله وقعني في هذا الطفل قلت نورت وصلت له انا خلاص فهمت قلت له انكر كل شيء وانا اضبط لك الافادات وانا ارتب لك الامور قضايا. النوبه ركب براسه ادله واعتراف على الموضوع الدقه ما جت حق الزهره بالمحاكمه. التسجيل الصوتي واضح بالتسريبات اللي حدثت له، وبعدها أصدرت النزاهة بيان نفت بكل التسريبات اللي طلعت على القاضي حيدر حنون بعد ملاحقة الفاسدين ومحاصرتهم بغية تقديمهم للعدالة والقصاص منهم بغض النظر عمن يقف خلفهم. خرجت جيوش إلكترونية من جحورها لتقوم بفبركة مقاطع صوتية منسوبة لرئيس الهيئة القاضي حيدر حنون وغيرها تهدف إلى التأثير في عمل الهيئة ومحاولة ثني رئيسها عن الاستمرار والاطلاع بمهمتهم الوطنية. كان للقضاء أيضا دور في هذا الموضوع. أوضح المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى أن السيد رئيس الإدعاء العام طلب من محكمة تحقيق الكرخ الثالثة إجراء التحقيق بخصوص التسجيلات الصوتية المنسوبة إلى رئيس هيئة النزاهة بالوكالة حيدر حنون والتي تتضمن جرائم تقاضى رشا. أيضا يعني رشاوي. أيضا كان هناك بيان بإلغاء هذا المؤتمر، بيان صحفي تؤكد الهيئة احترامها للسلطة القضائية وإجراءها وما يصدر عنها من قرارات وأحكام، منوهة بأن عملها ومخرجاته الكبيرة التي تمخضت عنه قرارات وأحكام قضائية رادعة بحق الفاسدين والمتجاوزين على المال العام. وهنا تعلن الهيئة إرجاء المؤتمر الصحفي الذي نوهت يوم أمس أنها ستعقده في مقرها وذلك احتراما للإجراءات القضائية ولضمان عدم التأثير عليها استجاء للحقيقة. تتطلع دوما لتحقيق العدالة ومحاسبة كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة وأمن المواطنين والتجاوز على مؤسساتها ومحاولة الحط من شأن رجالاتها محاولة منهم لابتزازها والتأثير في أعمالها التي نصت عليها القوانين النافذة وتلفت أن ذلك ما يزيدها إلا إقداما وتصديا للفاسدين واسترداد أموال الشعب منهم. أيضا أدنى تسجيل أو بيان لباسم خشان يقول قرار مجلس القضاء الأعلى فتح تحقيق في التسجيلات المنسوبة للقاضي حيدر حنون يمكن أن يكشف الجهات التي زيفت التسجيل الأخير للنيل من القاضي النزيه الذي تصدى لقضايا الفساد الكبرى ضمن حدود صلاحياته المحدودة والمقيدة. أرجح أن يكون نور زهير وجيوش الكاظمي وراء هذا التسجيل المزيف.